طبعا ملتقى قطل خيرية للإعلام الاجتماعي هو سعي قطل خيرية لاستغلال التكنولوجيا على أكمل وجه في مجال العمل الخيري، وكذلك استخدام أو استغلال أدوات التواصل الاجتماعي في مجال العمل الخيري. وقد كان ملتقى قطل خيرية هو تعريف لمنتجات قطل خيرية التي تساهم بنشر الخير من خلال التواصل الاجتماعي، وقد كان لنا كنا سعداء بتواجد الأخوة من دول مجلس التعاون لإطلاعهم على آخر مستجدات التكنولوجيا ومدى الاستفادة منها في مجال العمل الخيري من خلال أدوات التواصل الاجتماعي.